إذن اليوم عندنا نموذج، أول نموذج لفرض الفرض الأول في مادة الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذن سنبدأ ببعض التمارين في مادة التاريخ، ثم بعد ذلك الجغرافيا، ثم التربية على المواطن. إذن أولا أعرف ما يلي: التحول. ما هو التحول؟ التحول هو مختلف التغييرات التي تطرأ على مظاهر حياة الإنسان على مر الزمن. نعم، إذن التحول هو مختلف التغيرات التي تطرأ على مظاهر حياة الإنسان. على مظاهر حياة الإنسان على مر الزمن. هنا التغيرات اللي غادي نتحول، اللي غندرسو التحول فاش؟ التحول في السكن، التحول في اللباس، التحول في المواصلات، التحول في التجارة. دونك هذه هي المظاهر. دونك على مستوى هذه المظاهر غادي يكون واحد المجموعه ديال الدروس. اذا هذا علاش هنا بدينا بهذا المصطلح اللي هو مهم. يعني هناك عمليه تحول، مع مرور الزمن كيوقع تحول، كيتغير اللباس، كيتغير التنقل، كتغير طريقه التعامل التجاري. دونك هناك واحد المجموعه ديال المظاهر تتغير، يطرا عليها التغيير. دونك هذا هو المعنى ديال التحول. العادات والتقاليد. العادات والتقاليد هي الممارسات التي يتعود عليها الإنسان في المجتمع. نعم، هي الممارسات التي يتعود عليها الناس في المجتمع. يتعود عليها الناس في المجتمع. في المجتمع هنا غادي نفتحوا واحد القوس. هنا بحال يقدر نهضروا هنا هي اللي ما كيوقعش عليها التحول. العادات والتقاليد كتبقى منذ زمان، ما كيبقاش قليل فين تلقى واحد العاده ولا واحد التقليد كيوقع عليه التغيير. ولكن العادات والتقاليد كتبقى تقريبا ما كتخضعش بزاف للتحول بالمقارنه مع المظاهر اللي هضرنا عليها قبل. دونك غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. اربطوا بخط بين الكلمه ومعناها. دونك هنا عندنا واحد المجموعه ديال الكلمات اللي درسناها. عندنا مسكن حديث، عندنا نواله، عندنا مسكن تقليدي، ثم عمار. دونك غادي نقراو: المسكن الذي تم بناؤه من حيث المواد والتصميم وفق ما كان عليه في الماضي عند الاجداد. اذا واش غادي يكون هو المسكن الحديث ولا المسكن التقليدي؟ هو مسكن تقليدي بطبيعة الحال، لأن يبنى بطبيعة الحال وفق التصاميم ديال الأجداد. إذا هذا غادي يكون هو المسكن التقليدي. بناء مكون من عدة طبقات تتشكل من شقق وتستعمل إما للسكن أو للمكاتب. هي عبارة عن عمارة. إذن عمارة عبارة عن طوابق وعن شقق. إذن هذا نربطها مع العمارة. المسكن الذي تم استحداث تصميمه، كان عندنا واحد التصميم وتم استحداث تصميمه، أو المواد المستعملة فيه. إذن مثلا سابقا كانوا كيستعملوا مثلا التراب، كانوا يستعملون الطين في البناء. دابا مواد مستعمله جديده مثل الاجور، مثل الحديد، استعمال الحديد، لا تبن هذاك في النواله، او المواد المستعمله فيه عن طريق الابتكار او الاقتباس من الاخر، او اذا عن طريق الابتكار او لا اقتبسناه من شي حضاره اخرى او لا من شي دول اخرى. اذا هذا غيكون هو مسكن الحديد. مسكن يبنى جزءه المخروطي من القصب والتبن، أما الجزء الدائري فيبنى من الطين أو القصب والتبن. إذا هذه هي النوالة. دونك النوالة هذا هو التعريف نتاعها.
إذن غادي ننتقل للتمرين رقم 3. لديك النص التالي، اقرأه وأجب عن الأسئلة. لم يعد يستعمل إلا في مناطق قليلة من المغرب. إذن هذا مابقاش كيتستعمل إلا في بعض المناطق قليلة، وهو عبارة عن قطعة صوفية كبيرة تصل إلى 5 أمتار. إذن هذا توب، كيتكون من قطعة كتوصل حتى 5 الأمتار تقريبا، تغطي الجسم كله، وكذلك الوجه. إذن ما اسم اللباس الذي يتحدث عنه النص؟ هو الحايك لباس. إذن هو الحايك. حدد نوع هذا اللباس، عصري أم تقليدي؟ بطبيعة الحال تقليدي. ما هي العبارة التي تدل على صحة جوابك من النص؟ العبارة التي تصح جوابي هي، يعني علاش هو تقليدي؟ لأنه يستعمل قليلا في مناطق المغرب، يعني يستعمل إلا في مناطق قليلة. لو كان حديث غادي تلقاه أكثر استعمالا، أكثر لبسا، ولكن مادام كيلبسوه ناس قلال إذن كيحافظوا على ذاك التراث. أما هو يعني مع الوقت يقدر ينضطر. إذن شنو غادي نقولوا؟ العبارة هي التي تدل على صحة الجواب. هو يستعمل إلا في مناطق قليلة في المغرب. نعم، يستعمل إلا في مناطق قليلة في المغرب. إذن هذه الصفحة الأولى، ننتقل إلى صفحة أخرى. ودائما في مادة التاريخ استخرج، غادي نحتاجو النص، إذن استخرج من النص الصفات المميزة لهذا اللباس، إذن هنا إلا جينا نقراو في النص، دونك في النص قالوا لنا هو عبارة عن قطعة صوفية كبيرة وتصل إلى 5 أمتار تقريبا، تغطي الجسم كله وكذلك الوجه. إذن هذه هي العبارات في النص اللي ولا الصفات المميزة لهذا اللباس. إذن هو عبارة عن قطعة صوفية كبيرة، صوفية كبيرة تصل إلى 5 أمتار، وتغطي الجسم كله وكذلك الوجه، صحيح. إذن حدد نوع اللباس الذي يتيح سهولة الحركة. يعني هنا دخلنا في، خرجنا من النص دابا، ما بقيناش مرتبطين، حيت دخلنا في السؤال رقم 4. إذن السؤال هنا، حدد نوع اللباس الذي يتيح سهولة الحركة ومصدر اقتباسه. هو اللباس، دابا شنو انواع اللباس؟ عندنا اللباس التقليدي وعندنا اللباس العصري، الحديث العصري تماما. اذا منين جبنا حنا هذا اللباس؟ منين اقتبسناه؟ واش حنا اللي حنا الحضاره العربيه هي اللي صنعت هذا اللباس الذي هو سهل الحركه؟ دونك شكون هي منين اقتبسنا هذا اللباس؟ من الأوروبيين. لا، إذن اللباس الذي يتيح سهولة الحركة هو اللباس الحديث. واش كنتكلموا على سهولة الحركة؟ كنتكلموا على الأقمصة ديال دابا، على السراويل، على هي سهلة الحركة، ماشي بحال إلا قارناها مع الجلباب والسلهام وهاد الحايك.
يعني كانت صعيب تحرك فيها، يعني ما كتعطيش واحد السهولة في الحركة. إذا اللباس الذي يتيح سهولة الحركة هو اللباس بس الحديث، لباس الحديث ماشي التقليدي. التقليدي لا نعم. لا 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 يتيح سهولة الحركة، لباس الحديث تم اقتباسه من الأجداد عن الأوروبيين. اقتباسه عن الأوروبيين. إذا غادي ننتقلوا دونك لحد الآن تكلمنا على السكن، تكلمنا على اللباس، دابا غادي نتكلموا شوية على المواصلات. مواصلات، ما هي، ما هو تعريف المواصلات؟ المواصلات، نعم، المواصلات هي الوسائل التي تستعمل للتنقل، للتنقل، وتشمل الوسائل البرية والبحرية والجوية. إذا غادي نقولوا هي المواصلات هي الوسائل التي تستعمل للتنقل، التي تستعمل للتنقل. ايوا للتنقل. حنا غادي نقولوا دابا، اذا هنا عندنا ثلاثة ديال الانواع. كاين عندنا البرية. اذا شنو مثلا البرية؟ مثلا السيارات، البرية، السيارات، الدواب. حتى الدواب كتعتبر من المواصلات. الدواب. ثم عندنا البحرية. مثلا البحرية، مثلا الباخرة، باخرات. وعندنا ايضا الجوية، مثلا الطائرة، طائرات. اذا هذو هما المواصلات، والتعريف نتاعها هي الوسائل التي تستعمل للتنقل، منها البرية والبحرية والجوية. صافي. اذا السؤال الموالي، التجهيزات التي يتطلبها استخدام المواصلات. اذا باش نستعملوا حنا هاد السيارات وهاد الدواب والباخرات والطائرات، شنو خصنا كتجهيزات؟ شنو هي التجهيزات اللي كيتطلبها الاستخدام ديال هاد؟ التجهيزات هي الطرق. تمام. اذا الطرق، اذا خصنا الطرق بطبيعه الحال. علاش؟ لان الطرق عليها غادي تحرك هذه المواصلات. والسكك الحديديه. السكك الحديديه بالنسبه للقطار، القطارات. دونك السكك الحديديه. ماذا ايضا؟ والمحطات الطرقيه. المحطات الطرقيه باش توقف فيها الحافلات والسيارات الى اخره. وبالنسبه للسكك الحديديه القطار، ماذا ايضا؟ والمطارات بالنسبة للطائرات. وبالنسبة للباخرات، الموانئ. الموانئ. إذا الموانئ هي الميناء، هو المرصى ديال الباخرات والسفن. صافي. إذا غادي نمشيو للتعريف ديال القافلة. دونك ما هي القافلة؟ القافلة هي مجموعة منتظمة من المسافرين أو التجار الذين يحملون أمتعتهم وبضائعهم على الدواب كالجمال. إذا هنا غادي نستحضروا دابا هذه القافلة، واش هي تقليدية ولا حديثة؟ هي تقليدية. تقليدية. إذا هذا هو الطريقة اللي كانوا الناس يعني باش يتحركوا، باش يسافروا، كانوا كيمشيو في قوافل. الجمال. دونك وكيستعملوا بطبيعه الحال في المواصلات ديالهم الجمال والبغال والحمير. دونك هنا، ولهذا القافله هي مجموعه منتظمه، يعني ما فيهاش واحد الشخص. شحال هذه كانوا الناس ما كيقدروش يسافروا بوحدو. علاش؟ لان كاين قطاع الطرق، ما كاينش الامن، خصو لابد يكون في واحد المجموعه، خصو يكون في واحد الفريق. علاش؟ باش يحميو بعضياتهم. دونك هذا هو علاش كانوا كيسافروا بالقافله. بينما دابا لا، دابا الانسان يقدر يسافر بوحدو، لان كاين وسائل متطوره. صافي. غادي نشوفوها من بعد. كاين الامن، كاين بزاف ديال دونك مجموعه منتظمه من المسافرين او التجار
وغالبا كانوا التجار هما اللي كيستعملوا القوافي بزاف. الذين يحملون أمتعتهم وبضائعهم على الدواب كالجمال. على الدواب كالجمال. صافي، إذن غادي نمشيو للسؤال رقم 6، أذكر بعض فوائد التطور الذي عرفته المواصلات. إذن سابقا كانوا كيستعملوا الدواب، وكانوا كيمشيو في قوافل كيسافروا وكيتاجروا باستعمال القوافل. دابا هادشي تطور، دونك شنو هي بطبيعة الحال الفوائد؟ شنو استفدنا؟ شنو استفدنا من التطور؟ يعني شنو ربحنا؟ شنو القيمة المضافة؟ شنو تضاف؟ سرعة التنقل بين المناطق والبلدان وفي مسافات بعيدة. نعم، سرعة التنقل. إذا هنا ربحنا الوقت. كانوا الناس قديما كيسافروا كيطلب وقت، كيطلب أيام وشي خطرات شهور. دابا لا، دابا هناك سرعة. إذا سرعة التنقل. التنقل بين المناطق والبلدان وفي مسافات. بين المناطق والبلدان. والبلدان. وفي المسافات البعيدة. وفي المسافات البعيدة. البعيدة، دونك طي المسافات، ولاو المسافات دابا حاليا يعني كيتطواو بسرعة. مثلا تمشي من دولة لدولة تقدر غير في جوج سوايع. سابقا لا. سابقا يقدر ما توصلش كاع. دونك هناك دابا شنو استفدنا؟ استفدنا السرعة، يعني نقدر نلخصوها في كلمة سرعة التنقل. ربحنا الوقت يعني في طي المسافات. دابا شنو استفدنا ايضا؟ استفدنا سهوله التبادل التجاري. سهل التبادل التجاري، سابقا كان صعيب. اذا سهوله التبادل التجاري. وتوثيق وتقويه العلاقات الانسانيه. نعم، اذا توثيق وتقويه العلاقات الانسانيه والثقافيه والتجاريه. اذا لان العالم بهذه السرعه اصبح بحال قريه واحده. نعم، اصبح قريه واحده. دونك توثيق وتقويه العلاقات الانسانيه والثقافيه. العلاقات الانسانيه والثقافيه. دونك نوقفوا هنايا في الثقافه الإنسانية، علاقات الإنسانية في شتى مجالاتها، ماشي غير الثقافية والتجارية. إذا علاقات الإنسانية بصفة عامة. إذا غادي ننتقلوا للتمرين رقم 7، رتب وسائل الاتصال حسب سرعتها من الأقل سرعة إلى الأكثر سرعة مستعملا الأرقام من 1 إلى 4. إذا شكون هو في هذه المواصلات اللي طبيعة الحال أقل سرعة؟ إذن الدراجة. دونك الدراجة أقل سرعة فعل. من بعد منها السيارة، ثم القطار، ثم الطائرة. ولكن هنا القطار، هنا كنهضرو على القطار الحالي، القطار الحديث. هنا هي هاد الصورة كتبان داير واحد القطار تقليدي، ولكن هنا كنتكلمو حنا على القطار، القطار أسرع من هادو بجوج. صافي، دابا كاين قطار سريع السرعة TGV أسرع منهم كاملين. صافي، إذا غادي نمشيو للتمرين رقم 8، نقراو. كان الناس في القديم يسافرون على الدواب ومع القوافل في مسافات بعيدة، وبعد اختراع وسائل الاتصال الحديثة وتطور المواصلات استغنى الإنسان عن الدواب وأصبح يستعمل في أسفاره وتنقله وسائل برية وبحرية وجوية. إلا أن لهذه المواصلات المتطورة إيجابيات وسلبيات. إذن هنا غالبا غادي يسولونا شنو الإيجابيات وشنو السلبيات. دونك هنا السؤال بطبيعة الحال غادي يكون يعني الإيجابيات والسلبيات. دونك غادي نمشيو للصفحة الموالية. إذن هذا السؤال ألف، حدد بعض سلبيات السفر قديما. إذن سلبيات ديال السفر سابقا ماشي ديال الآن. البطء في السفر. إذن سابقا دونك البطء في السفر. إذن شحال هذه، حيت الاستعمال ديال الدواب بطبيعة الحال غادي يطلب مدة،
البطء في السفر. هذه نقطة سلبية. ماذا أيضا؟ وصعوبات وأخطار الطريق. صعوبات وأخطار الطريق، لأنك نقطع الطرق. صعوبات وأخطار الطريق. ماذا أيضا؟ والتعب أثناء السفر. إذن هنا الوسائل الحديثة وفرت لنا الراحة في السفر. نعم. صافي؟ بالمقابل سابقا كان هناك تعب، ومشي غير تعب، وكان كانت بزاف ديال المشاكل. تعب أثناء السفر. دونك غادي ننتقلوا للسؤال باء. حدد بعض ايجابيات المواصلات الحديثه. المواصلات الحديثه يعني السياره والطائره والباخره، منها البريه والبحريه والجويه. دونك شنو هي الايجابيات نتاعها؟ اذا غادي نقولوا العكس بطبيعه الحال. سابقا كان البطء. اذا شنو دابا في الوصول؟ دونك اصبحت عندنا السرعه في الوصول الى البلد المرغوب السفر إليه. إذن السرعة في الوصول إلى البلد المرغوب هو السفر إليه، ماشي مشكل. ماذا إذن؟ والراحة التي إذن العكس ديال هذه كانت تعب، كانت مشقة. دابا الراحة التي توفرها المواصلات الحديثة. التي توفرها المواصلات الحديثة. وطي المسافات. إذن طي المسافات وتقريبها، يعني داكشي اللي سابقا يقدر تضرب مسافات مثلا في أسبوع، دابا يقدر في ساعة، في أسبوع دابا في ساعة. وذكر بعض سلبيات المواصلات الحديثة. إذن لا بد كل حاجة في الحياة عندها إيجابيات وسلبيات. إذن تاد المواصلات رغم السرعة نتاعها، رغم الراحة التي توفرها، رغم المسافات التي تقطعها، إذن لا بد كاين سلبيات. إذن نحددوا بعض السلبيات مثلا. التلوث. ولكن أنا كنفضل الأولى ديال حوادث السير، هي اللي حوادث السير التي تخلف عددا كبيرا من الجرى والقتل، من الجرحى، التي تخلف عددا كبيرا من الجرحى والقتل. ثم داكشي اللي قلتي قبيله، التلوث. نعم التلوث الذي تحدثه. إذن غننتقل للمادة الجغرافية وغنبداو بالتمرين الأول. ما هي عناصر الخريطة؟ إذن عناصر الخريطة غادي نكتبوها. إذن كاين عندنا العنوان. شنو هو العنوان؟ هو الذي يحدد موضوع الخريطة. إذن العنوان هو الذي يحدد موضوع الخريطة. المقياس. المقياس هو الذي يوضح المسافة. إذا كيوضح لنا المسافة. المسافة اللي على الخريطة كيكون واحد المقياس، هو اللي غنشوفوه كاين درس متعلق به. مثلا سنتيمتر في الخريطة مثلا كيمثل لنا كيلومتر في الواقع. صافي. إذا هذا هو المقياس. الاتجاه. الاتجاه هو الذي يحدد موقع كل عنصر بالنسبة للآخر. دونك هنا الاتجاه كيحدد لنا كل عنصر، يعني واش جاي جنوبه ولا شماله ولا غربه ولا الى اخره. اذا ثم هناك المفتاح. المفتاح هو الذي يوضح ما يمثله كل رمز على الخريطه. مثلا الى احنا مثلا بغينا نعرفوا مثلا البحار ولا الانهار ولا الطرق ولا السكك اللي كاينه في الخريطه ولا المدن، ولا خصنا نتبعوا المفتاح. المفتاح هو اللي كيعطينا كل حاجه شنو كتعني في الخريطه. ما هي وظيفه المقياس. المقياس هو اللي قلنا قبيله. دونك شنو هو المقياس؟ هو
أداة لتصغير الواقع وجعله قابلا للتمثيل للتمثيل على الخريطة. دونك المقياس هو اللي كيصغر لينا الواقع. دابا حنا واش نقدروا نديروا خريطة في الواقع، نجيو مثلا من المغرب نرسموه في شي ورقة؟ ما نقدروش. إذا شنو كنديروا؟ كنستعملوا المقياس، كنقولوا مثلا مسافة 10 الكيلومتر غادي نمثلوها حنا في الخريطة بسنتيمتر، باش كنصغروا المغرب وكيولي عندنا في خريطة. دونك هذا هو الدور ديال المقياس، صافي؟ إذا هنا المقياس أداة لتصغير الواقع، أداة لتصغير الواقع، كنصغروا الواقع وجعله قابلا للتمثيل في الخريطة. وجعله قابلا للتمثيل في الخريطة، صافي؟ إذا مثلا بغينا نرسمو مثلا خزانة في الورقة، شنو غادي نديرو؟ غنقولو مثلا كل 3 متر غادي نمثلوها بجوج سنتيمتر ولا بثلاثة سنتيمتر، وبالتالي غادي نقدرو نرسمو الخزانة في الورقة. أما باش نقدر نرسمو الخزانة كلها في واحد الورقة كبيرة، دونك هنا غادي يطلب منا بزاف، صافي؟ إذا هذا هو الدور ديال المقياس. أنا عطيتك مثال آخر، املأ الفراغ بما يناسب من العبارات الآتية. إذا الرموز راه سبق لنا شفنا بأن كاين الرمز النقاطي والرمز الخطي والرمز المساحي. إذا فاش كتكون عندنا هادشي كيكون في المفتاح، مثلا عندنا واحد بغينا نمثلو بحيرة، إذا هنا واش غنمثلوها بنقاطيا ولا خطيا ولا مساحيا؟ رمز مساحيا، بحيرة البحر النهر، ولكن إلا بغينا نمثلو مثلا سكة حديدية خط، نمثلو غير بخط، لأن خصها صغار. السكة الحديدية هي راه في الواقع مساحة، ولكن في الخريطة خصها غير خط حيت خصها صغار، ياك؟ مثلا بغينا نمثلو منزل، منزل في الواقع كبير هو مساحة، ولكن في الخريطة غادي يولي نقطة، صافي؟ إذا لتمثيل طريق على الخريطة نستعملوا رمزا خطيا. ما يمكنش حنا نديرو في الخريطة مساحية، إلا درنا حنا الطريق درناها في الخريطة مساحة، شنو غادي نديرو للبحر؟ إذا رمزا خطيا. إذا السؤال الرابع، ماذا تعني الطوبوغرافي؟ الطوبوغرافية هي تمثيل دقيق لسطح بعناصره الطبيعية والبشرية. إذا الطوبوغرافية هذا تعريف نتاعها كاين في الكتاب. دونك الطوبوغرافية هي تمثيل دقيق لسطح الأرض بعناصره الطبيعية والبشرية. بعناصره الطبيعية والبشرية، صافي؟ صل بخط بين الظواهر الطبيعية والبشرية. إذا هنايا كاين عندنا هنا من هاد الأربعة اللي عطاونا كاين اللي هي ظاهرة طبيعية. إذا قلنا الطوبوغرافية كتمثل لنا الظواهر الطبيعية والبشرية. إذا هنا التضاريس واش هي طبيعية ولا بشرية؟ التضاريس هي ظواهر طبيعية، ما يمكنش نقولوا التضاريس ظاهرة بشرية. تجهيزات سكنية، تجهيزات ظواهر بشرية. نعم، دونك ظواهر بشرية. مجاري مائية، ظواهر طبيعية. طبيعية. طريق، ظواهر ظاهرة بشرية. إذا علاش هنايا قلنا هادو بشرية؟ لأن هنا كاين ناس، هنا لا، صافي؟ إذا هاد الشيء طبيعي، لأن هنا كاين بشر. إذا غادي ننتقلو تمرين رقم 6. تمرين رقم 6، ضع علامة أمام مميزات السهل مما يلي. دونك هاد السؤال هذا غادي نتجاوزو حيت ما عندناش في الدرس، غادي ندوزو حتى نعاودو نديروه ولا نجاوبو عليه، يلا ماشي مشكل. دونك هنا السهل واش هو سطح منبسط غير عميق، ولا سطح منبسط وواد عميق،
ولا سفوح شديدة الانحدار؟ سطح منبسط وواد غير عميق. وواد غير عميق، دونك هذا هو السهل. نعم. إذن هنا السهل هو سطح منبسط، يعني شنو؟ يعني جاي منبسط، جاي 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 يعني ما على شكل مساحة أفقية. وواد غير عميق، الواد ديالو ما هابطش ما غرقش، بينما سطح منبسط وواد عميق هذه هي الهضبة. الهضبة هي جاية منبسطة، ولكن عندها واحد الواد هابط غارق شوية. وهاد السفوح الشديدة الانحدار بطبيعة الحال هي الجبال. دونك الجبال هي اللي تقدر تكون شديدة الانحدار. دونك هادو التضاريس، هذا الدرس ديال التضاريس حنا ما عندناش دابا، ولكن حنا شفنا السؤال. صل بخط كل شكل بالرمز الخرائطي الذي يناسبه في الآتي. إذا دابا كما قلنا قبيلة، إذا بغينا نمثلو زراعة الحبوب، وبغينا نمثلو السكك الحديدية والبئر، دونك كل واحد خصنا نمثلو بطريقة على حساب الحجم نتاعو. إذا الزراعة ديال الحبوب باش مساحة، هي مساحة، نعم. يعني أرض شاسعة هذه، دونك غادي تكون عبارة عن مساحة في الواقع كبيرة بزاف، دونك في الآخر على الأقل نعطيوها واحد الشيء المساحة في الخريطة، ماشي نهمشوها ونردوها نقطة. بالنسبة للسكة الحديدية كما قلنا دونك عبارة عن خط. البئر صغير، دونك في الخريطة يلاه تجيه صافي. إذا غادي ننتقلوا للسؤال الموالي. ما هي المسافة الحقيقية التي يمثلها السنتيمتر الواحد بما يلي؟ إذا هذا هو المقياس. إذا كل خريطة كتلقى عندها مقياس بحال هذا. شنو كيعني هذا؟ هذا كيعني أن كل سنتيمتر، هذا هو سنتيمتر، شحال فيه ديال الأمتار؟ كل سنتيمتر فيه 3 ديال الأمتار، كل جوج سنتيمتر فيها 6 ديال الأمتار. إذا هنا شحال غيساوي السنتيمتر؟ 3 ديال الأمتار. سنتيمتر في الخريطة تساوي 3 المتر في الواقع، هذا هو المعنى. بالنسبة للثانية، السنتيمتر هو هذا الثاني سنتيمتر. إذا واحد كيلومتر يساوي واحد سنتيمتر. إذا كل واحد سنتيمتر في الواقع في الخريطة كيساوي واحد كيلومتر في الواقع. يعني كنختصروا داك الكيلومتر وكنردوه في الخريطة سنتيمتر، هذا هو المعنى. جوج كيلومتر غادي يردوها شحال سنتيمتر؟ جوج، صافي. 100 كيلومتر شحال تولي؟ 10، 10 ديال سنتيمتر، صافي. 100 كيلومتر، لا 100 سنتيمتر، 100 كيلومتر 10 كيلومتر غادي تعطينا 10 سنتيمتر. إذا غادي ننتقلوا ل